اختتمت حكومة الشارقة مشاركتها الثامنة الناجحة في أسبوع جايتكس للتقنية 2022 خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، حيث دشنت العديد من الخدمات والمنصات الرقمية التي تخدم كافة أفراد ومؤسسات المجتمع، وشملت العديد من المجالات عبر 10 جهات حكومية. جايتكس معرض مهم للدولة، ولكن مهم كذلك لإمارة الشارقة أن نعرض المشاريع الجديدة، أن نوجه للجمهور أن عندنا هوية واحدة، هي هوية حكومة إمارة الشارقة. التعاون التنسيق ما بين الدوائر واضح جدا اليوم، وضع الخدمات الجديدة، وضع البرامج الجديدة على المنصة الرقمية الموحدة، لازم نكون فخورين في إنجازات الحكومة والحمد لله. ومن ضمن هذه المشاركات جاءت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي أطلقت مشروع وجهتي، ويستخدم فيها تقنية الواقع الافتراضي ليساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على تخيل الأماكن وتهيئتهم قبل زيارتها. تجربتنا في جايتكس هي عبارة عن النظام التقني افتراضي يحدد الأشخاص من اضطراب طيف التوحد إلى وجهتهم إلى السوبر ماركت أو الجمعيات اللي هم تساعدهم على الشراء. طبعاً هاي المهارة هي يعني نهائية، ولكن توجد مهارات قبل هاي المهارة اللي هي في المؤسسات أو حتى في البيت، إنه ممكن يتدرب أول شيء على البيع والشراء، يتعلم شو الأشياء اللي هو بيحتاجها. أما بلدية مدينة الشارقة أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الخارطة الإيجارية بعد أن تم تطويره ليخدم المتعاملين بصورة أسهل عن السابق، وتزويده بخصائص عدة للمتعامل الوصول للمبنى أو العين المراد استئجارها بسهولة. وتتيح هذه المنصة للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار. بداية نشكركم دعم للتحول الرقمي اللي تنتهجه بمدينة الشارقة، فجاءت هالموضوع الخارطة الإيجارية في إدارة التنظيم الإيجاري بلدية مدينة الشارقة، يعني كخدمة للمستأجر والمؤجر لمعرفة متوسط القيمة الإيجارية في عدة مناطق أو جميع مناطق مدينة الشارقة. كما أطلقت هيئة الشارقة للآثار تجربة جديدة ومميزة تدعم مجال التعليم من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي. احنا هيئة الشارقة للآثار منشأة أكاديمية علمية مختصة بأعمال التنقيب والآثار في إمارة الشارقة ككل في مختلف المدن التابعة لإمارة الشارقة. تم اكتشاف 23 موقع أثري في إمارة الشارقة، وتم اكتشاف أيضا تقريبا ما يقارب 500 قطعة أثرية و600 نقشة. تم تدوين القطع الأثرية هذه في موقع إلكتروني خاص بالهيئة بنظام الـ AR والـ 3D، فأي متصفح من أي مكان في أي باحث في مجال الآثار أو في مجال اللي هي الآثار في مجال الجامعات أو المدارس يقدر يتصفح القطع الأثرية هذه ويتعلم ويأخذ فكرة عنها ويعمل أبحاث عنها خلال الموقع الإلكتروني. فيقدر فنحن انتقلنا من مرحلة اللي هي كانت الاستاتيك، أنه بس يقرأ بس مجرد قراءة، يشوفها على الواقع، الواقع المعزز. فالتقنية هذه تسمح بإسقاط القطع الأثرية في الواقع، فكأنك تشوف القطعة هذه قدامك على الواقع قدامك. مشاركة حكومة الشارقة في معرض جايتكس للتقنية 2022 تحت شعار معاً لتكامل الإنسان مع التقنية ضمت تجربة مميزة للزوار وتفاعل مباشر مع التقنيات المعروضة. حياكم الله أيضا مشاهدينا مجددا، رحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات، وما زلنا في إطار موضوع التحول الرقمي، حيث تحرص بلدية مدينة الشارقة إلى تقديم أو على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها ولمقيمي الإمارة. ومن ضمن الخدمات التي أطلقتها البلدية في منصة الشارقة في أسبوع جايتكس المرحلة الثانية من مشروع الخارطة الإيجارية، والذي يخدم الملاك والمستثمرين والمستأجرين في إمارتنا الحبيبة.
حول تفاصيل هذه الخدمة وما تقدمه بلدية مدينة الشارقة لمتعامليها. اليوم أرحب بالأستاذ عبد الله شهيل، رئيس قسم العقود الإيجارية في بلدية مدينة الشارقة. حياك الله أخوي عبد الله. الله يحييك. أهلا ومرحبا. أهلين. يعني في البداية لو نعرف السادة المشاهدين على مفهوم الخارطة الإيجارية ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على حسن الاستضافة وعلى إبراز أهم المشاريع الحكومية. وبالنسبة للخارطة الإيجارية هي منصة تفاعلية لبلدية مدينة الشارقة. نعم. تتيح للمستثمرين والمستأجرين الراغبين في الاستئجار في مدينة الشارقة بالاطلاع على متوسط القيم الإيجارية في كافة مناطق إمارة الشارقة، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات التجارية. ويوجد هناك ثلاث خيارات للبحث، سواء عن طريق نوع العقد أو عن طريق المنطقة أو عن طريق القيمة. جميل. الإيجارية. جميل. الهدف من هذه الخارطة ما هو؟ والله هناك أكثر عن هدف بالنسبة للخارطة. أولاً نحن بغينا أن تكون في منصة تفاعلية تبين فيها متوسط القيم الإيجارية في كافة مناطق الشارقة. نعم. وهي راح تخدم كذلك المستثمرين أو ملاك العقارات لتحديد القيمة الإيجارية. نعم. في المنطقة عن طريق لما المالك نفسه يشوف متوسط القيمة الإيجارية، على سبيل المثال لغرفة شقة عبارة عن غرفة واحدة، غرفة وصالة، يشوف مثلا قيمتها 30,000 في هذه المنطقة. لو هو حاط في حساب أنه يعني هو يبغي يأجرها على 50,000، هني راح يعدل السعر وراح يخليها 30,000 على سبيل المثال. فعند الغرفة هني ما راح تكون فاضية، فراح يستغل هذا المكان، وهذه إن شاء الله راح تنشط حتى يعني نمو الحركة الاقتصادية. نعم. وفائدتها هذه كذلك راح تنعكس للمستأجرين نفسهم، انه راح يكون عندهم وايد خيارات. نعم. يعني للطرفين يعني بتكون مفيدة هاي الخدمة اخوي عبد الله. هي ان شاء الله مفيدة للجميع، للمستأجر وكذلك للمستثمر او لملاك العقارات. صحيح. في إمارة الشارقة. صحيح. وكذلك ايضا الخارطة الإيجارية تبرز لي اهم الخدمات اللي موجودة في هذه المنطقة. جميل. كذلك فيها خاصية الجي بي اس، يعني لو انا من مكاني هذا حبيت أنتقل أروح للمنطقة هذه، بعد موجودة فيها هذه. جميل. الخدمة. جميل جدا. الجديد اللي تمت إضافته بالنسبة للخارطة الإيجارية في المرحلة الثانية، نحن نعرف أنه كان في مرحلة أولى، الآن في مرحلة ثانية. صحيح. كل جديد. المرحلة الثانية نحن ضفنا فيها خاصية هذه الجي بي اس، زايد أن ضفنا خيارات أكثر. بالنسبة قبل كنا نحط نحن متوسط القيمة العقارية على سبيل المثال 25,000، الحين لا، نحن حطينا أعلى قيمة وأقل قيمة بالنسبة للمتوسط، وضفنا أبرز الخدمات اللي موجودة من مساجد ومراكز طبية وحدائق. جميل. ومدارس كذلك. ومدارس كذلك. أكيد من أهم الخدمات اللي توجد. صحيح. في المناطق. نحن نعرف أن مثل هذه الخارطة الإيجارية أخوي عبد الله تحتاج دائما إلى تحديث بشكل مستمر. صحيح. يعني ما هي الفترة خلنا نقول اللي دائما يحدث فيها وتحدث فيها هذه الخارطة الإيجارية، خصوصا بالنسبة للخدمات اللي حضرتك تحدثت عنها؟ يعني نعرف ما شاء الله كل يوم في مدرسة تظهر في منطقة، وكل يوم في يعني مركز تجاري أو غيره، وكذلك أيضا المساجد بالنسبة للتحديث. يعني القيم الإيجارية نحن عندنا كل 6 ساعات تنسحب من قاعدة البيانات اللي موجودة في إدارة التنظيم الإيجاري، فتحدث أول بأول قيم الإيجارية، والمتوسط يعني يتعدل بناء على المعطيات اللي موجودة. وكذلك بالنسبة إذا بنتكلم على التحديثات بالنسبة للمشروع ككل، المشروع الخارطة الإيجارية مستقبلا إن شاء الله راح نضيف فيه بالتعاون مع الملاك العقارات، فممكن مالك العقار نفسه بالتنسيق معه يحط لي الوحدات العقارية الشاغرة اللي موجودة فيها. جميل. في هذه المنطقة. جميل. وكذلك راح تحدد آلية للتواصل. مثلا أنا مستأجر، ممكن كيف أني أتواصل معه؟ وكذلك راح تكون في صورة 3D، يعني راح يبين عندي المبنى بشكل كامل. ممكن إضافة إن شاء الله مستقبلا، يعني على سبيل المثال عندي وحدة عقارية، أنا الوحدة العقارية هاي ممكن أن يكون في تصوير كامل لها. بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله بالتنسيق مع مكتب الشارقة الرقمية شغالين نحن على تصديق العقود أونلاين. فبهاي الحالة إلكتروني. فبهذه الحالة ممكن من خلال الخارطة، إذا أنا كمستأجر شفت وحدة عقارية وعجبتني وبالتنسيق إن شاء الله مع مكتب الشارقة الرقمي،
فممكن أن أنا أكمل إجراءاتي الحكومية كاملة من خلال هذه المنصة بشكل إلكتروني من خلال هذه المنصة بشكل إلكتروني. يعني أنا يعني أنا أدور وحدة عقارية في منطقة معينة، أطلع عليها، وبعد ما أطلع عليها ممكن أني أتفاهم مع مالك العقار نفسه. نعم. وبعد هذا كله أخلص إجراءاتي الحكومية كاملة عن طريق بوابة في الخارطة بعد ما ننسق إن شاء الله مع مكتب الشارقة الرقمية. فكل اللي علي إن شاء الله أروح واستلم المفتاح إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله بعد نشوف هاي المنصة تتوسع حتى تصبح كذلك لبيع وشراء كذلك العقارات هذه إن شاء الله بعد ما ننسق مع السجل العقاري. وكذلك ممكن أن يعني كانت من إحدى المقترحات ليتنا في جايتكس أن ليش ما تضيفون الأنشطة اللي موجودة في هذا المكان. على سبيل المثال أنا أبغي أفتح صيدلية في هذه المنطقة، فيبين لي أن هذا تبين لي أن هذه المنطقة فيها وايد صيدليات، فحاول أنك تشوف لك، فحاول أتجنب هالمنطقة وأتوجه لمنطقة ثانية وأشوف لي منطقة ثانية. هي الخارطة هذه يعني خلينا نقول هذه كبداية إن شاء الله، وراح تتوسع بشكل كبير مستقبلا بإذن الله. طبعا شفنا يمكن مشاركتكم بهذه الخارطة الإيجارية في معرض جايتكس في نسخة السابقة اللي انتهت طبعا حديثا. صحيح. يعني أعتقد المشاركة كان لها صدى كبير. كان لها صدى كبير، وكانت في زيارات محلية، وحتى يعني كان في زيارة من بلدية السعودية حتى رحبوا بهذه الفكرة، والجهات الحكومية اللي موجودة على مستوى الإمارات كلها رحبت بهذه الخارطة. يعني نعم، يعني كانت فكرة جديدة نوعا ما، ونقدر نقول ان احنا نقلنا هذه التجربة وتجربتنا الجديدة في الشارقة الى خارج اطار حتى دولة الإمارات الى دول مجاورة. صحيح. كذلك صحيح، جميل جدا. صحيح. وهذه الخارطة يعني نفس ما قلت هي بداية، وكل يوم نحن قاعدين سبحان الله قاعدين نحدث فيها ونكتشف أن هذه ممكن نوسعها، حتى ممكن عن طريقها نشوف أبرز المعالم السياحية. يعني أنا بكرة أبغي أسكن في منطقة معينة وعندي أطفال، طيب أبغى أشوف شو أبرز المعالم السياحية اللي موجودة أو قريبة من هالمنطقة، قريبة من هذه المنطقة، وعن طريقها أنا ممكن أحدد وين راح أستأجر عقاري. جميل. الآن يمكن السادة المشاهدين اللي تابعونا يقولون كيف ممكن نوصل لهاي المنصة؟ هذه المنصة موجودة في الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة. نعم. اختيار الخدمات الإلكترونية، إدارة التنظيم الإيجاري، المؤشرات العقارية موجودة، المؤشرات العقارية بيشوفونها، والخارطة الإيجارية مكتوب عليها. نعم. مؤشرات العقارية وفي الخارطة العقارية عموما الخارطة الإيجارية. نعم. عفوا الخارطة الإيجارية. نعم. بتلاقونها بالتأكيد في موقع بلدية مدينة الشارقة. وممكن أن تسوون بحث في جوجل، محرك البحث جوجل، حول الخارطة الإيجارية في بلدية مدينة الشارقة، وبتحصلونها بالتأكيد يعني. وبإمكانكم طبعا متابعتها على أي جهاز لوحي أو أي جهاز، حتى عن طريق التليفون ممكن يعني يوصلون لهذه المنصة. جميل. يعني مو في النية تحويلها إلى تطبيق إن شاء الله في المستقبل؟ إن شاء الله في النية بتحويلها لتطبيق، لأن نفس ما قلت لك هي يعني ممكن نضيف فيها يعني خدمات حكومية كافة، يعني ممكن ندخل فيها عدة جهات. نعم. جميل جدا، جميل، إنجاز كبير الحقيقة. نتمنى أن هذا الإنجاز كذلك يتوسع ونشوفه أكبر وأكبر بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الله شهيل، رئيس قسم العقود الإيجارية في بلدية مدينة الشارقة. شكرا لك. شكرا. والشكر موصول لك. توفيق إن شاء الله. آمين أجمعين. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الأمسية للقاء.